طلبوا التسريح وجبنا، وهي الهوية كانت معانا وكشانك بدهم التسريح، هاي جبنا التسريح عدينا لسه بنستنى. الصبح جينا هان من الساعة 7:30 زهقت لهالقيت زهقت وأنا قاعدة هان. المشكلة إنه المصريين لسه ولا حالة عدت، لسه مسكر البوابة، مكفل البوابة. بس ناصر بدنا نرجع. After 10 hours on the road, the patients have all been sent back to Nasser Hospital in Gaza. Wissam's father must yet again try to find a way through the bureaucracy to help his son. اتصلوا علينا على الساعه 6 الساعه 2 في الليل وجهزنا حالنا ومن الستة واحنا مرميين في الباص ولا قدهم يروحون على غزه. هذا اللي انا يعني شايفه. من هذه الحاله كل يوم بيقعد الولد هنا خطر على حياته. هذا اللي سكرين شاطرين فيه سكروا الباب وبس. Repeat's condition is deteriorating. But even if his parents could get the right papers, there is little chance of getting him out of Gaza for treatment. وين جمعية حقوق الإنسان؟ جمعية حقوق الإنسان عندكم لو حيوان صغيرة قد بتكلفكم ملايين مصاري. ملايين بكلمكم عشان تعالجوه. ولد زي هذا ما حد بتطلع له ليش؟ ليش؟ مسكرين علينا ليش؟ مش بنادين لو انت مكاني وابنك في وضع زي هذا ايش بتعمل؟ ايش بتعمل؟ ايش بتعمل؟ جاوبني. تروق راسها خايفه البنت عشان سمعت تو طخ على البدويه والغنم. يقول لي لحسي يخبط علينا قصيبه تو لما طخ وخافت صارت تعيط. After waiting at the border for 7 hours, Amal is finally allowed through and on to Tel Aviv, where she hopes the Israeli surgeon will at last be able to remove the shrapnel that is causing her so much pain. إيش قالتي؟ بتقول له عملوا له العملية بنجونا وعملوا له العملية. إيش عملية؟ لو يشوت ما تتخلى ديموتا. She definitely has some fragments in a brain tissue, but I don't think that any surgery will improve those symptoms. I don't think there's any action to be done right now. She will have to learn how to live with the shrapnel inside her head. هذا الدرس كما تعلمون يختص في حقوق الإنسان. فكركم أنتوا ركز معاي في المشكلات اللي إحنا حسينا فيها خلال الحرب. فكركم مين اللي كان يمنعنا من حقوقنا؟ لما نسكروا علينا المعابر من دلنا صامدين بيقولولنا عشان نكفر نصير زيهم كفريين. ممتاز بيقولهم صامدين على القرآن. أحسنت يا إبراهيم. مين اللي مسكر علينا المعابر؟ اليهود والمصريين. نعم. طيب هل تعتقد انه اطفال اليهود يقسون علينا بهذه المشكلات؟ لا. ها مين؟ السحر. علي صوتك.
هم بيلعبوا فرحانين لما احنا حزنانين. هم مفتوح عندهم كل شيء، بيلعبوا وين ما بدهم، بيروحوا بيسافروا برا، لما احنا زي قفص حاطيننا فيه. ايوه كسجن الصغير. ممتاز ابراهيم، احسن كمان واحد. ايوه. While Ibrahim is at school, his uncles are out fishing. But the constant threat from the Israeli Navy has today become a reality. طخخوا المواتير وما فيش مواتير، فيش مواتير في البلد، من وين نجيب؟ يعني لي انه هذول اللي خربوا علي احلامي وشعوري. ابراهيم لما تفجر لنا المشكله كيف نطلع منه؟ ضلوا اخويا قاعد لما شاف النار مولعه هبه انحرق، لما انحرق مات في البحر، ما قدرش، ما خلوناش إشي في غزة حتى نعيش فيه، كله دمروه. كنا وإحنا في المدرسة كنا نضحك مع بعض، نكون نحس علينا حس الرياضة، لما نقول إيش بدك تشتغل أنت، إيش بدك تشتغل أنت، كان هذاك يقول مهندس، أنا دكتور، أنا قلت لهم بدي أشتغل في المقاومة. The Muslim festival of Eid means gifts of money for the children. And like small boys the world over, Ibrahim and his friends all know exactly what they want to buy. I like to buy in the Eid a clash in the middle. So we learn how to play. I like to play Yahud Arab. We play with Salah. احنا ولاد عمي. الله اكبر يا رجال. خلاص نتعلم كيف اليهود بيطخوا على العرب والعرب كيف بيطخوا علينا. يلا عيال وين الباقي معاك؟ حقيت تعتذر وين الباقي معاك يا كلب؟ أنا بقى معاك. أنا بقى معاك. حطوه. حجيت تعترف لما. أنا بقى معاك. أنت فاهم ليش صار هذا اليهود عملوه؟ لا مش فاهم ليش عملنا إحنا أذيناهم. مسيات صباح الخير. قوم يا بابا اقفل. قوم يا بابا صباح الخير. صباح الخير. حسين مقارنة الخيمة يعني صغيرة والأوضة كانت كبيرة مريحة، هنا الحياة مزعجة يعني، وهناك حياة يعني هادية جدا. أنا تبي أمسك المخلص راش، أمسك مشتل الأرض نفط حاجة هي. دروح أغس هذا أغير. إيش تغيري؟ أمسك مشتل الأرض يلا ونطفي. يلا. ساسان خيم شوب حريقة نار تقتلنا. إحنا مقصرين فيك أصلاً بشيء. قولي في المخيم كله أو بنات صف كله واحد أحسن مني سؤال. عندهم ذلك الناس خلاص صحابة قرفت الخيم وعجدتهم. إيش حاجة تتمنيها الحين أنت؟ دي إيش؟ أنت الحين إيش حاجة تتمنيها في مخك؟ تتمني تسافر، تتمني دار، تتمني إيش؟ الموت. تتمني تموتي استشهاد هيك واحد يرتاح من كل حاجة.